السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام. متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم الأحد 24/11/2024 في الجولة 13 من الدوري الإيطالي. قبل ما أبدأ الفيديو متابعين الكرام، أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين ولبنان والسودان وسوريا وفي كل بقاع الأرض. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في سحى جناتك يا رب العالمين. اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين ولبنان والسودان وسوريا. اللهم انصرهم على اعدائك، اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم الاحد 24/11/2024، الجوله 13 من الدوري الايطالي. جنوا تعادلت امام كالياري 2-2. متابعينا الكرام، كومو خسرت من فيورنتينا 0-2، احرز دفاعي فيورنتينا. ياسين عدلي في الدقيقه 19 والهدف الثاني عن طريق مويس كين في الدقيقه 68. تورينو تعادلت امام مونزا 1-1. نابولي فازت على روما 1-0، احرز هدف نابولي روميلو لوكاكو في الدقيقه 54. لاتسيو فازت على بولونيا 3-0، احرز هدف لاتسيو سامويل جيجوت في الدقيقه 68، ماتيا زاكايني في الدقيقه 73، وفي سايو ديلي في الدقيقة 93. طيب خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين. المركز الأول متابعينا الكرام نادي نابولي. نادي نابولي متصدر ب 29 نقطة. أتلانتا المركز الثاني 28 نقطة. إنتر ميلان المركز الثالث 28 نقطة. فيورنتينا المركز الرابع 28 نقطة. لاتسيو المركز الخامس 28 نقطة. يوفنتوس المركز السادس 25 نقطة. ميلان المركز السابع 19 نقطة. بولونيا المركز الثامن 18 نقطة. أودينيز المركز التاسع 16 نقطة. إيموبولي المركز العاشر 15 نقطة. تورينو المركز 11 15 نقطة. روما المركز 12 13 نقطة. بارما مركز 13 12 نقطة. هيلاس فيرونا المركز 14 12 نقطة. كالياري المركز 15 11 نقطة. جنوا المركز 16 11 نقطة. كومو المركز 17 10 نقاط. مونزا المركز 18 9 نقاط. ليتشي المركز 19 9 نقاط. فينيسيا المركز 20 والاخير 8 نقاط. متابعين الكرام، ترتيب الهدافين. في المركز الاول ماتيو ريتيجي لاعب اتلانتا 12 هدف. المركز الثاني مويس كين لاعب فيورنتينا 9 اهداف، وماركوس ترام لاعب انتر ميلان. والمركز الثالث ادمولا لوكمان لاعب اتلانتا 7 اهداف. المركز الرابع دوشان فلافيتش لاعب يوفنتوس 6 اهداف. متابعين الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.